مساء الخير يا استاذ شعبان، بحبك والله. ما تشغلني معاك، شغلني معاك اي حاجه والله. انا بشتغل مع الراجل ده وانت كده. انت اللي بعتلي؟ مش انت اللي بعتلي؟ في ايه مال؟ مش انت اللي بعتلي؟ اخلص ولا اي حاجه. يا عم في ايه انت؟ ايه ابيض ولا جمله؟ طب جاي ليه النهارده؟ كنت رايح في البيت. في ايه يا عم شعبان؟ مش انت اللي بعتلي؟ والله العظيم ما انت بتبص على مين؟ ده مشي بقاله نص ساعة. بصراحة أصل من ساعة ما جيت وميمي جمال تقول لي مش عارف إيه ومش عارف التاني خد التليفون زمان وخلص لي الكارت، مش عارف بصراحة. أنت بتمثل في بيت خالتك؟ إيه المشاكل اللي أنت حاططني فيها؟ قول قول الكلام. مش أنت اللي بعتلي؟ يا نهار أسود، وعهد الله ما انا. طيب انا هساعدك عشان ربنا يساعدنا كلنا، ماشي؟ انا بقول ان انا يعني المفروض اجي اقول لك انا والله العظيم انت نسيتني. المفروض اجي اقول لك انا بحبك وعايز اشتغل معاك. انا بقى المفروض اقول لك ايه؟ ماليش دعوه، ماليش دعوة. هنا كل واحد له كلام بيقوله، ملوش دعوة بالتاني. خلاص أدام هنا كل واحد ليه كلام بيقوله. من الآخر يعني أنت كنت بتشتغل إيه وأنت صغير؟ بشتغل إيه وأنا صغير؟ ما هي الجملة دي موجودة بس دي في آخر المشهد. آخر وتحت. ما عشان نخلص أدام أنت مش حافظ. أنا اللي مش حافظ. شوف يا أستاذ شعبان، أنا بقول إن أنا طبال، واخد بالك؟ ده كلام أونطة يعني، إنما أنا في الحقيقة سباك. طب اشمعنى دي اللي حافظها؟ اشمعنى دي اللي حافظها؟ ده دي شمامها. بص أنا كنت عايز أبتدي معاك صفحة جديدة ونبقى أصحاب، أنت اللي قطعتها. اتضح ان انا ماليش غير الاستاذ بتاعي اللي لحم كتافي من خيره. شوف انا هقدمه ازاي. شوف انا هقدمه ازاي. يعني اذا ربنا اراد شوف هقدمه. يا رب عايز امشي من هنا. ده أول مرة يجي، مش هيساعدك ده يعني، مش حافظ الراجل. مش عارف بصراحة، بقول كلام مش في المسرحية خالص. أنا اللي بقول كلام مش، أنا المفروض بقول لك شوف هقدمه إزاي، تقول لي إيه؟ أقول لك قدمه. كان زماننا مشينا من نص ساعة. قدمه. طب بعد إذن خالي وحيدي طبل معاك. طبله.